دائما بخنق صيدها بأن تعض حنجرته بين فكيها القويين وتقتلها. وللمخالب الضخمة في نهاية الأطراف أهمية كبرى أثناء الصيد، فهذه المخالب تقلب الفريسة وتثبتها على الأرض، والمخالب حادة إلى حد أنها يمكن أن تثقب جلد الفريسة، ولسانها المعقوف قوي إلى درجة أنه يساعد بفصل اللحم عن العظم. تمتلك حول الفم مجموعة من الفريسة. مزعوج من اللي عملته ميران، بعرف، وبعرف أنك ما رح تنسى هالشي، وأنا كمان ما رح أنسى. بس بدي أطلب منك طلب، بليز لا تحقد عليها. هي مجنونة، مريضة عقليا، ما في حدا براسه عقل بيعمل هيك، ما في واحدة براسه عقل بتقوص أبوها. أنا ما بيهمني أبدا إذا صابته ولا لا، اليوم كنت ناوي اقتلها بإيدي، بقتلها اليوم، إيه اليوم. بس قلت لحالي ليش لحتى اقتلها وسخ إيدي بدماتها؟ إذا الله من فوق مجازيها، هلأ أحسن شي لازم أعمله ميرال تدخل مشفى وتريحنا. بأي مشفى ناوي تقتلها؟ نسرين شو عم تخبصي؟ أنا ما ممكن أقتل ميرال بنوب، ما بقدر أقتل خالة ولادي وخليهم يحقدوا علي ويشوفوني مجرم، بس كمان ما بقدر خلي واحدة مريضة تعيش معهم وتمرضهم لأني كمان بكون مجرم. يمكن اللي رح أقوله يواسيكي، لما تطيب أختك من جنانة رح رجعها تعيش معنا هون، وغير هيك شو ما صار ما بترجع وهذا الموضوع انتهى. أعطيني وعد، وعدني إنك ما رح تقتلها لميرال. قلت خلص النقاش وهذا هو آخر كلام. بس توعدني شاكر. نسرين خلص، إذا مرة تانية بترفعي صوتك علي بحطك جنب أختك، رح أعتبر حالي ما سمحت. وعدني. ديري بالك تقوليلي شو لازم أعمل وشو ما لازم أعمل، يعني مين أقتل ومين لا. سمعتي شو؟ وعد. وعدني، وعد. أبوهن ما شافهم من سنتين، من لما تجوزوا شاكر ونسرين إجت ميرال وسكنت معهم بالبيت وما عاد راحوا لعنده، وهو لا اتصل ولا حتى سأل. نسرين صار عندها ولدين وما إجا حتى شافهم. أكيد في قصة. وعيلتك أنت؟ أنا ما بعرف، أبي مات لما كنت باللفة، وأمي ماتت من زمان. الله يرحمهم. آمين. أخوك بوضع خطير. ليك مين عم يحكي؟ نسوانجي وحدة كانت رح تروحوا. بالظاهر بتغار كتير وما بعرف. والله طلعوا وراك بالأول. ليش شو كان في؟ أنت مخربطة. البنت لقيت إنه ما فيها تطبقني قامت سحبت مسدسة. لوين بتحب وصلك؟ وصليني على القهوة، وإذا بتريدي تركي موجباتي بحالهم. مثل ما بدك سيد مراد، قلبك وانت حرفي. يسلم قلبي. شرفتونا.
سيدي، ما لقينا شيء بيدل على هويتها أبدا، وباين التياب اللي لابسته إنها انقتلت بعد شي حفلة فخمة، وغير هيك لقينا آثار ربط على إيديها ورجليها، ونحن مجرد قدرنا نحدد هويتها من صورها أو بصماتها. منوصلكن خبر لعندكن على مكتب سيادتها. يعطيكم العافية. اطمنوا، منعنا الدخول والخروج على المشفى كله. الحمد لله على السلامة ضيا بيك، إن شاء الله أحسن. الله يسلمك. لا تقلق أبداً ضيا بيك، نحن هون بالمشفى أخذنا كل احتياطاتنا، ومن هون لكم يوم بترجع مثل الأول وأحسن. برتاح أكتر إذا بروح البيت. قول للشباب بعد ساعة رح نروح. ولك ليش هيك يا؟ كل ما بغيب بيصير شي شغلة. خال، على مين عم تلعب؟ أنت تقصدت ما تكون هنيك لأنك توقعت تصير شي مصيبة. شو هالحكي هاد؟ هيك سهرات ما فيك تتوقع، لازم تعرف إنه كل النسوان مثل بعضهم، حابين يصيروا مثل الزلم، يحملوا مسدسات ويقوصوا بهالناس. ليش على أيامكن ما كان يصير هيك؟ ليش كان فيهم؟ وين صارت هاي؟ بنت تحاول تقتل أبوها، وبنت تانية بتفوت على حمامات رجال، وهالعرابين الكبار قاعدين وساكتين وما بيعملوا شي ليوقفوا هالمسخرة. الله أكبر، الله يجيرنا من غضبه علينا. عم تقول كل البنات مثل بعضهم، بس في وحدة من هدول البنات أنقذتني. داريا مو منه. ما سمعت عمي كان يقول هالبنت داريا لازم يتعلموا رجال الشهامة منها. مزبوط، بس لساتك بتقول الله يجيرنا منهم. ايه بس ولا مرة قصدت البنات اللي مثلها. أنا كنت أقول وقف باستعداد قدام البنات اللي عندهم شهامة. هلأ وقف باستعداد. هالمرة جابت معها ولي أمرها واستعد لبهدلة أقوى كمان. لا تخاف، هالمرة ما في بهدلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخ عمر، أهلا وسهلا. مرحبا، كيفكم؟ شرفوا. مرحبا. أهلين. مروني، هات لنا اثنين قهوة، واحدة وسط والتانية حلوة. حاضر. نحن جايين لنقلك شكرا، يلي عملته معنا ما حدا بيعمله. العفو يا عم، هاي القصة دين ترك ليها خالي، ونحن بس كملنا اللي بلش فيه. هداك اليوم عملتكم بأسوأ، مشان هيك اجيت لأعتذر منكم واشكركم على اللي عملتوه معنا. بعدين انت كمان طلعت فورا وما يمكن نكون عملنا شيء يزعلك منا، بس ما عملت اي شيء بيستحق تشكريني او تعتذري مني. القهوه الحلوه للاستاذه. تفضلي. شكرا. تفضل يا ابني، هات لي مي معدنيه. عمرك معلم. يا ابني، نحن جينا لعندكن وطلبنا مساعدتكن، وانتو ما رديتونا، ساعدتونا كتير ورجعتولنا حقوقنا من الظلام يلي ما بيخافوا الله. مشان هيك جيتنا اليوم مو بس لنشكركن، لحتى تقبلوا عزيمتنا عبيتنا المتواضع. استغفر الله، اكيد منتشرف. تفضلوا. سمعت من المرحوم انك بتعزف ناي، منجي لعندكن ومنشرب قهوة وبتسمعنا عزفك عناي. تكرم عينك، أكيد. نمشي يا بنتي. تفضل بابا. لكان نحن بانتظاركن. شرفتونا شيخ عمر. شكرا مرة تانية على كل شيء. يلا بخاطركن، مع السلامة. شرفتوا. لا عاد تحكي معي أبداً. ليش خال؟ قلت لك لا تحكي معي. قصة الخال وابن الأخت هي انتهت. هذا فعل خير، ما بيصير إلك عليه خال عطور. خلص بقى، تعرف قديش بكره هالاسم. لا تقلي عطور أبداً ولا حتى خال. إيه مثل ما بدك خال عطور.
بابا. رهف. صباح الخير. كيف كانت المفاجأة؟ أكلتوا ساندويش ولا رحتوا على المطعم؟ مو ناقصتك رهف، بكفيني اللي صار معي مبارحة. خير شو في؟ أخذني على كازينو قمار. أنو كازينو هاد؟ كازينو سري تحت الأرض، دخلنا عليه من مطبخ نادي، بابه هو باب البراد. جنان عم تمزحي؟ بلا غلاظة احكي عن جد. لا مو بس هيك، كل شي في مافيا وناس مسلحين وشبيحة ممكن تشوفيهم بالبلد كانوا هنيك. ايه؟ وهذا رفيقك شو له علاقة بهي الناس؟ شاكر صاحب الكازينو رفيقه. سليمان شاكر صاحب الكازينو؟ لكن ايه؟ شو ايه؟ اجتمعوا كلهم حوالين طاولة الروليت وحطوا سكين وقداحة وخاتم واللي حط ساعته، وشوفي الدولارات أكثر من مليون دولار نرموا على الطاولة. وصاحبك حط مسبحته بيناتهم وربح كل شيء. مين صاحبي؟ مراد علمدار. المهم الكل كانوا عم يربحوا ويخسروا، بس تعرفي كيف خلصت هالحفلة السعيدة؟ ايه منين بدي أعرف؟ بنت حمالة شاكر قوصت أبوها. يا ايه بنص الصالة سحبت مسدس وقوصيته. شو عم تقولي؟ يعني موتته؟ ما مات، حتى على الأرض ما وقع، حط إيده على كتفه وراح. ايه طيب ليش حاولت تقتله؟ شو بيعرفني أنا رهاف؟ إجوا طلعونا لبرا بسرعة وقالوا لنا لا شفتوا شي ولا سمعتوا شي. ما بتصدقي يا رهف، كانت أسوأ ليلة بتمر بحياتي. طيب لما وصلتوا لهنيك وعرفتي إنه هذا كازينو، ليش ما طلعتي وتركتي؟ لأنه ما خلاني أطلع، كانت سهرة بشعة. جنان هلأ أو قبل ما تندمي خلصي من هذا اللي مرافقتي قبل ما تعلقي. شو ما عادوا استحوا هدول؟ كيف بيقدروا يعملوا هيك؟ بيفتحوا صالات قمار بنص البلد، بيقوصوا على بعضهم وبيدفعوا لبعضهم المصاري اللي ناهبينها من العالم لحتى يتباهوا فيها. شوي بيكونوا مثل الملائكة وشوي بتحولوا لوحوش. لا ونحن رحنا لعند مراد أفندي لنتشكره. آسفين نحن غلطنا بحقك، شكرا لك مرة تانية. أبصر للجبل نوراق الطابة من عند شوقي. هو كان ها تفضلي، كل شي مخطط له. شوي بيكونوا أصحابه بيسهروا مع بعضهم وشوي بيسحبوا السلاح على بعضهم، كله كذب لعبة. بس أنا بعرف كيف بدي خرب لهم هاي اللعبة. هدول ناس خطيرين كتير يا رهف، ما بيجي من وراهم غير وجع الراس والبلا، لا تتدخلي فيهم. بدي اتدخل ورح اتدخل. سليمان شاكر بدي وقفه قدامي بالمحكمة وفرجيه شو يعني يضرب الناس وينصب عليهم وبالآخير يسرق مصاريهم منهم. لا تشغلي بالك، اختك رح تكون بخير عنا، وبوعدك انه رح تكون بأمان طالما هي هون بالمستشفى، وعلى مدار 24 ساعة رح تكون تحت رقابة أطبائنا، وإن شاء الله بأقرب وقت رح ترجع لطبيعتها تماماً. في شيء كتير كمان مهم، بدي ضل وجودها بالمستشفى سري، وإذا صار أي شيء يا ريت تخبرونا أوام. هالخصوص لا تقلقي أبداً، سجلات المرضى بتضل سرية، هذا شيء من متطلبات المهنة ونهتم فيه أكثر منكن. بس نحن قلنا رجاء كمان، لما بتجوا تزوروها ما تجيبوا معكن شيء من برا. بقدر شوفها هلأ قبل ما أروح؟ طبعاً ورح روح معك، تفضلي. إذا لزمك شيء أنا هون. يا روحي ميرال، أنا آسفة يا حبيبتي، آسفة كتير. يعني كل شي عملته مشان صالة القمار طلع فاشل، جد خيبت ظني فيك. معلم كل المشاكل اجت فوق بعضها. أنا ما جبتك لتعتذر، موضوع صالة القمار تسكر، ما بقى إلنا دخل بشاكر.
هذيك الرصاصة صابت ضياء وصابت معه شاكر. هلا لازم نلتفت لشغلة أكبر. في شحنة صواريخ أرض جو بدنا ندخلها على شمال العراق، وهي قصة بدها كتير حذر. وراح نكون أنا وأنت وتركي ونديم الخيوط. أنا بزبط الشغلة مع الجماعة، وتركي بحل شغلة الجمارك، نديم بمول، وأنت بتأمن المواصلات. لازم يتم كل شيء بالسر، اوعى حدا غيرك يعرف شركاء الصفقة. ضيال لازي إذا عرف إني كنت شريكك؟ أولاً ما لازم يعرف، ثانياً الإقمار كانت ساحتنا، ومثل ما صهر وفات على ساحتنا بدنا نفوت على ساحة ضياء، وإذا ما فتنا هلأ منفوت بكرة. مو معقول نحبس حالنا بصلاة الإقمار والحرب رح شارك فيها كل العالم. لازم يطلع لنا حصة بالوليمة. طيب والدولة؟ هي ما سمحت لأمريكا تدخل أسلحة للعراق عن طريقها. أكيد حاسبين حساب حدا يشتغل هالشغلة، بس هذا الشيء ما بيهمنا. صحيح. أما هلأ روح اتفق مع تركي، لأنه وجوده معنا بهي الصفقة كتير مهم. قل له إنه الجماعة صاروا جاهزين وعم يستنوا منا خبر ليبدوا بإجراءات النقل، والمخابرات رح تغض النظر. ماشي معلم، لا تقلق منوب، تركي ما نغر، ما بيفوت هيك فرصة. تأكل شي؟ تسلم. حاضر معلم. لكان أنا بستأذن. يلا لشوف، هاي فرصة عمرك. يا شيخ عمر. اوه اهلين وسهلين. اهلين، كيفك سيد اصلان؟ تفضل شرف. شو شربك؟ لا تعذب حالك، جاي شوفك وبس. كيف صحتك؟ عايشين من الله مناح. ما مريت من وقت جنازة المرحوم، كلنا زعلنا عليه فقدنا له. علي كان ابن إلي مثل ما كان ابن إلك. الله يسلمك. شو فينا نحكي؟ هذا أمر الله، ما انكتب له يعيش. علي كان بيحبك كتير، لسا بتذكر كأنه مبارح لما إجا من المدرسة قال لي يا بابا عندي وظيفة بدي أكتب عن حياة محمود الشريف، وما كان بيعرف شو بده يعمل. قلت له يا ابني روح لعند عمك أصلان، هو حفيده لمحمود الشريف وبيعرف يلي ما انكتب عنه، وإذا بدك من يلي كتبوه الناس هو مدير المكتبة. أنت وافقت تساعده وهو طار من الفرح. من وقتها عمي أصلان قال وعمي أصلان عمل، اسمك ما نزل عن لسانه وما بقي يحكي غير عنك. لما إجا وقال عمي أصلان عن قريب بده يوظفني بالخارجية، أنا وأمه فرحنا. علي رح يصير دبلوماسي، بس بعد ما راح مو قليل اللي حكيته عنك نازك يا سيد أصلان. أصلان أخذ لي علي ولعب بعقله ورمالي إياه بالغربة بعيد عني. هاي أمه يا شيخ ما بقول غير معها حق. يمكن لأنه نازك كانت خايفة يحب وحدة أجنبية ويتجوزها. حاولت أشرح لها وما كانت تفهم. قلت لها ابنك دبلوماسي ما بصير يتجوز أجنبية. كل مرة إلا تزعل وتقلي إيه بيعيش معها، مو ضروري يتجوزها، بيترك رهف وبيضل هنيك. قلنا له تعال عود معنا هون من جوزك، بكفيك غياب شنطة هنيك. إجا
وما لحقنا نشوفه، حمل حاله وراح. آخ يا سيد أصلان، الإنسان بيبتسم حتى لجلاده من غير ما يعرف ولا ينتبه. ابتسام للجلاد هالشي ما بيصير غير مع الناس الأقوياء الطموحين والجريئين. كان بالتشكيلات المخصوصة واحد اسمه يعقوب جميل، كان فدائي. هو ورفقاته حلفوا بالشرف والعلم إنهم ما بيبخلوا على وطنهم بارواحهم، وفعلا حاربوا وعملوا مع بعض بطولات. وبيوم بتصير مشكلة ويعقوب جميل بينحكم إعدام، وبما إنه كان بطل وقائد كبير ولا جندي فصيل الإعدام قدر يرفع سلاحه ووجهه باتجاه يعقوب. قائد الفصيل أمرهم يقوصوه، ما حدا تحرك، وعاد الأوامر ما حدا تحرك. يعقوب جميل بيتطلع وبيحط عيونه بعيون العساكر ولينقذ شرف البدلة العسكرية من العار. هو عطى الأمر، وعلى صوت يعقوب بيصحوا العساكر وبيصوبوا. يعقوب جميل بيبتسم للجلاد وبيصدر أمر إعدامه. أطلق. في ناس بيبتسموا لجلادهم بدون ما ينتبهوا وبدون ما يعرفوا، بس في واحد بينتبه وبيعرف وبيبتسم بكبرياء. بتذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: سيد القوم خادمهم. يعقوب جميل والجنود اللي نفذوا الحكم فيه، كمان علي يا حسة قلبي عليه، كانوا عم يخدموا بلدهم وماتوا مشان هالبلد. مزبوط. ها اجا حكمة المجنون وخلاص منه هلأ. إذا فيك تخلص، بس يشوف عمو أصلان بيبدأ يحكي عن السياسة وبيصرعنا. أهلين حكمة، كيفك؟ مشتاق لك عمي أصلان. أهلين. لأني لازم أفهم عمي عمر، هلأ سمعت الأخبار، قال بأضنا في موظف بالقنصلية عميل للسي آي إيه، يمكن بيعرفوا عمي أصلان. كانوا صحفيين عم يسألوه شو إلك بسيرة وليش بتحكي كردي، وسألوه أسئلة كتير ماني متذكرة، بس الوقح ما بيجاوب وبيدير ظهره. هلأ اللي أنا ما فهمته إنه نحن عنا الدولة العميقة صح، بس شو بتشتغل ما حدا بيعرف. شو يعني ما ضل حدا بهالدولة عنده شوية كرامة؟ يا بركي بيكسر له راسه. طمن يا حكمت، طالما عم تقول في دولة عميقة معناها أكيد بده يتحاسب. في دولة عميقة ولا لا؟ هلأ جاوبني. ومنين بدي أعرف؟ ما حدا مر لعندي على المكتب يا حكمت وقال لي إنه في عنا دولة عميقة. إذا بتسأل اللي عم يكتبوا بيقولوا فيه، وإذا بتسأل الدولة بيقولوا لا. قال ما في. أنا دائما بقول له لعمي عمر، وهلأ عم قلك إلك عمي أصلان، علي قتلته الدولة وقالوا حادث سيارة. كيف يعني حادث سيارة؟ علي ما حدا بيعرف يسوق مثله. قلوا لي كيف بدي صدق إنه عمل حادث؟ لا تفوت حالك بالشغلات يا حكمت. صار لازم امشي عمر افندي، سلم لي على نازل خانم كتير. مع السلامة، بشوفك بخير. انتبه على حالك. عمي لا بقى تعيد هالحكي قدام الناس. ما عم اقدر اتحمل، شو بعمل؟ لا تواخذني. مدام نسرين، أبوك هلأ تعبان شوي وما رح يقدر يقابلك. بستنى. لكن حسب تعليمات الدكتور لازم يرتاح وما بصير حدا يزوره. ومن إمتى بابا صار يلتزم بتعليمات الدكاترة؟ قلتلك أبوكي ما رح يقدر يشوفك اليوم. لو سمحت بدي شوفه بس دقيقة، ما بتأخر دقيقة. قلتلك إنه أنا ما بقدر أعمل شي مدام نسرين. لكن بتقول له إذا بيصير أي شيء على أختي أنا رح كمل اللي هي بلشت فيه.
راحت؟ راحت معلم. شو قالت؟ الحقيقة هي كانت جاية تطمن عليك، لكن لما ما قدرت تقابلك زعلت وراحت. ايه؟ الحقيقة وصتني إلك إنه إذا بيصير شيء على ميرال هي بتكمل اللي بدت فيه أختها وما كمل معها. ميرال مثل أمها، ما بتكمل شيء. ونسرين مثلي، ما بتترك شيء ناقص. السفينة ما بتغرق. بتأمرني بشي تاني معلم؟ أنا ما بوثق بغيرك بقصص العيلة، ولهيك بدي منك تلاقي لي واحد يخلصني من ميرال. بس بعد ما تخلص العملية لا تترك وراك شهود. عم تفهمني ما؟ مثل ما بدك معلم. اسمع. نعم ضيابك. ولا مرة غرقت السفينة. بس هلأ بدأت تتسرب المي. نحس. بدينا بالسهرة محظوظين انت وانا. ضل الحظ معك للآخر وتركني إلي. القصة بين البنت وأبوها أنت شو دخلك؟ بعدين شو بتأثر عليك؟ بتأثر علي كتير. القصة بيناتهم صار لها ديانة 28 سنة، وبليلة افتتاح صالتي فجروها. كل رجال الوسط الكبار يلي بيخوفوا وبيرعبوا اجوا على الافتتاح، وبالافتتاح بتنضرب رصاصة على ضيفي. شفت شو بتأثر علي؟ القصة مو قصة بنت قوصت على أبوها. بكرة بتشوف. ما حدا رح يلعب غير أنا وإنت. اختر لك لون. أسود. أنا كمان كنت رح أقول هيك. هو إن ما بتطلع أحمر. شو رح تعمل؟ قررت شي؟ ما بقدر أقتل بنت ضيا اللاظي، ولا بقدر أعتذر من ضيا لأنه بنته المجنونة أو وسطه. ما فيني أعمل شي بنوب. أما الصالة دفعنا ليها دم قلبنا، ولازم نشد حالنا هلأ. ما لازم ينقال شاكر استسلم وفلس. لا أفوق هيك بأول شغلة إلك فلسناك. شو عم تحكي؟ كل شي بيتعوض. لوين رايح؟ بدي شوف بيت دعي لي يكون مناسب. طيب خليني وصلك. لا ما في داعي، حابب اتمشى، بشوفك اليوم. والله يا معلم خسارتنا بالألفين واثنين كتير كبيرة. 130 شاحنة، 24 مليون دولار، 10 قاذفات أرض جو وراجمة صواريخ، و7 قاذفات لهب، و78 عبوة TNT. هذا غير شحنة الأسبوع الماضي. هدول تقريبا بيطلعوا 7 ملايين دولار وكسور. وخسرنا بشحنة المحروقات 4 ملايين و300 ألف دولار، وخسرنا بالأجهزة الإلكترونية حوالي 7 ملايين دولار. لو انمسكت الشحنات بالبواب اللي مسيطرين عليها أكتر شي كمان، وشغلنا رح يكون أصعب بهالفترة، لأنه الوزير الجديد عم يقولوا أنه أول ما يستلم رح يغير كل الإدارات. ولبين ما نربيه ونخليه يقعد عائل منكون خسرنا اللي خسرناه. لقوا ما لقوا يبدلوا غير هلأ بنص الحرب. طيب شو ناوي تعمل معلم؟ أنت خليك عم تشتغل بشكل قانوني بلا ما توقع على شي غلطة بشركتك انت كمان، مشان نمرق من عندك الشحنات. خلي يجي.
أهلين أخي شوقي. كيفك معلم تركي؟ شو أخبارك؟ تسلم. تعرف جلال من قبل؟ تشرفنا. يا هلا. يلا جلال شوفك. خاطرك معلم. تفضل. خير شوفي. خير خير. في صفقة دسمة وأنا تذكرت أخي تركي وقلت بجي بشوف إذا حابب يشاركني. عم بسمعك. اسمع، بدنا نشتري صواريخ أرض جو وندخلها على شمال العراق. جماعتنا جاهزين، بيلزمنا تأمين المواصلات وعبور الحدود. مين بهالصفقة غيرك؟ لأنك أذكى من أنك تفوت بهيك صفقة لحالك يا شوقي. أكتر من شريك واحد، بس بضل ذكي مثل ما قلت لحتى قلك مين هنن الشركاء. أوكي، بس علاقتنا هي الأهم، وبالنسبة للبضاعة على مبدأ سلم واستلم. باخد حصتي كاملة تستلم. اتفقنا معلم تركي، راح نكسب مصاري كتير. نشرب بصحة الصفقة؟ ايه بنشرب. اخي بعرف انك زعلان كتير، بس ما بدك تنسى نسرين والولاد. ميرال بتضل خالتهم، لهيك ما بصير انك تأذيها، ولا بدك ولادك يكرهوك. بعدين كيف بدك تحط وشك بوش نسرين؟ داريا، ما بقى بدي اسمع، لا بقى تفتحوا لي هالموضوع. نسرين لازم تفهمني، بس ميرال حد جهنم، وأبوه حد جهنمين، وسلالته كلها حد 600 جهنم. أنا لما بحكي كلمتي ما حدا بيخوفني داريا. لو بدي أعمل شي كنت بس حطيت المسدس براسه وقوصت وما بسأل، وساعتها مين ما يزعل ما بيهمني. بس إذا ميرال بصر لها شي نسريني بينحرق قلبها. بعرف، بس أختها المزنبة قوصت أبوها وبين العالم فضحتهم. لا وين؟ بصالتي أنا وقدام كل اللي كانوا بالافتتاح. كانت روحتني بنت طولة طول الشبر، ضيعت لي شغل شهور، لكن أخذت نصيبها. شاكر؟ داريا، أنا ما بقتل وحدة مجنونة، وهالبنت مجنونة وعقلاتها جوزتين بخرج. يعني شو بدك يعني أعمل غير أني إبعت على المشفى؟ إذا بتعقل بتطلع، وإذا ما بتعقل تكفي عمره هنيك. أصلاً حياتها صارت بإيده، وضي الله زي اللي رح يقرر. أخي لازم تتصرف، بدك تتفرج على البنت وهي عم تموت؟ مو أنت اللي بتعمل هيك شاكر. داريا، كمان أنت جنيتي؟ إذا كتير خايفة عليها حط سرير بجنب سريرة وعد حرسية. ولك أنت نسياني مع مين بدك ياني ألعب؟ مو ضي الله زي اللي بيسمح لحدا يدسته على طرف. لسه مخبيتي لي شي هزة بدن؟ لا. ميماتي، تنهي لي هالشغلة. بابا بعتك تقتليني؟ شو قلت لك؟ هذا دواكي، طمني. بابا هو يلي بعتك تقتليني.
اهدي مو اهدي شوي هو اللي بعدي اهدي بعدي عني اهدي شوي ما حد ما رح اهدي بعدي بعدي اهدي بعدي عملي اهدي بسرعة المريضة دخلت بنوبة لا تقربي اهدي اهدي شوي اهدي اهدي ما حد اهدي هلا رح اجي اهدي ركوني اهدي بعدوا عني بعدوا عني بعدوا عني عملكم اتركوني اتركني اتركني مجرمين قاتلين مجرمين اتركوني 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 قاتلين قاتلين بدي روح لعندك امي بابا بده يقتلني يا امي بدي روح لعندك يا امي امي تأخر الوقت ناموا الأولاد من شوي بس أنت كمان روحي نامي مو جاييني نوم بدي أقول لك شغلة كنت مخبيتة عنك وصار لازم أقول لك إياها شوفي شغلة بتخصني هاي صورة البنت وهي عنوان المشفى ورقم غرفتها بتخلص شغلك على الساكت دير بالك إذا حدا بيعرف يا ويلك ولا يهمك معلم بسيطة خود هلا هدول بس تخلص بتغطلك كم يوم وبعدين تتصل فيني أمرك معلم نسرين اطلعي بوشي شو اللي مخبيتي عني؟ ماما ما انتحرت شاكر كان عمري 7 سنين وميرال 3 كان عنا عزيمة بالبيت بابا ما كان عم يحكي معه من شي 6 شهور من بعد ما اتخانقوا بهداك اليوم عزم ناس على الغداء عنا بقلب البيت ناس كتير محافظ ومدير الأمن ورجال الأعمال والعرابين كانوا الكل ولما صار في ناس كتير ضايقت من الزحمة لهيك رحت تخبيت بغرفة النوم كنت كل ما اتضايق اهرب واتخبى بغزانة ماما وسكر على حالي الباب كانت ريحة ماما تريحني كتير Thank you.
طلعت ميرال ما عرفت شو لازم أعمل، خفت منه. ميرال ما فهمت شي، ما عرفت إنها ماتت، فكرتها لعبة، فكرت إنها عم تلعب بالمرجوحة، صارت تبكي وتقول أنا كمان بدي أتمرجح.